بسم الله الرحمن الرحيم القدس امين حلقه جديده من ثابت فيك وهنستكمل النهارده اسئلتنا عن الجحيم. في سؤال بيقول هل فعلا السيد المسيح نزل للجحيم؟ بص قبل ما تتسرع في الاجابه هقول لك هم بيسالوا ازاي. بيقولوا البعض يعني ان العقيده دي مش مقصود بيها ان المسيح نزل فعلا للجحيم لكن دي معناها ان السيد المسيح في الحقيقه يعني اتقال المصطلح ده تأكيدا بس لموت وقيامة المسيح بعد ثلاثة ايام يعني هنا نزود للهوية ما يقصدش بيه حرفيا انه نزل يعني السيد المسيح المصطلح ده معناه انه داس سلطان الموت وكسر شوكه الموت طيب تعالوا بقى حضراتكم نشوف احنا ازاي هنجاوب على هذا الادعاء او على هذا السؤال في الحقيقه ازاي اول حاجه احنا نؤمن ككنيسة أرثوذكسية أن المسيح نزل فعلا القبر عن طريق جسده المتحد بلاهوته واستحالة كمان تكون الهوية هي القبر يعني عايزين نقول ايه بقى؟ انه حسب ايماننا الارثوذكسي ان السيد المسيح نزل فعليا الى الجحيم والدليل في النقاط اللي احنا هنقولها دي. اول حاجه الاصل اللغوي لكلمه الهويه غير الاصل اللغوي لكلمه القبر، يعني لو الانجيل عايز يعني في الحقيقه يقول الاثنين شبه بعض او الاثنين زي بعض كان استخدم نفس اللغه، لكن هنا الكتاب المقدس استخدم كلمه القبر غير كلمه الهويه، يعني هنا في فرق بينه كلمة الهوية أو الجحيم اللي هي مقر الأرواح في العبرية شيئول وفي اليونانية هاديس وفي القبطية أمانتي وفي العربية أو اللغة العربية معناها الهوية دي مشتقة من الفعل هوى أو سقط لأسفل. لكن كلمة القبر في اللغة العبرية معناها كوبير وفي اللغة اليونانية مينيتو. الفرق الثاني الهوية توجد فيها أرواح البشر حية مش هتموت ومش هتضمحل لكن بداخل القبر في أجساد الناس اللي انتقلوا اللي بعد شوية هتضمحل والتراب هيمتص مكونات هذا الجسد نقطة رقم ثلاثة الهوية موجودة في مكان إحنا ما نعرفوش لكن القبر موجود على سطح الأرض ونعرف كلنا فين مكان القبور رقم أربعة سفر الرؤية بيقول كده إن ملاك الهوية هو الشيطان يقول كده بقى إيه ولها ملاك الهوية ملكا عليها حسب رؤية تسعة لكن الشيطان هنا بنأكد أن هنا مكر الهوية مش القبر نقطة رقم خمسة كلمة هوية ما بتجيش أبدا بصيغة الجمع ولا كلمة الجحيم عمرنا عمرنا شفناها أبدا بصيغة الجمع لكن القبر بيجي بصيغة الجمع فجمع كلمة قبر قبور رقم ستة مفيش إنسان ممكن يملك الهوية لكن الجحيم لكن القبر كل انسان او كل عيله او كل جماعه عندها مجموعه من القبور بتدفن فيها الناس بعد ما تموت او انتقال الشخص نفسه. المحور الثاني في الحقيقه هو شهاده الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول ان نزول السيد المسيح للجحيم دي عقيده ثابته بشهاده النبوات. هقول لحضراتكم بعض من هذه النبوات في الحقيقه. ايوب بيقول ايه بقى؟ ليتك تواريني في الهاويه. وتخفيني إلى أن ينصرف غضبك وتعين لي أجلا فتذكرني حسب أيوب 14 وعدد 13 ربنا كمان يقول على لسان هوشع من يد الهوية أفديهم من الموت أخلصهم أين أوباؤك يا موت أين شوكتك يا هوية هنا على حسب هوشع 13 و 14 وكمان ربنا يقول على لسان زكريا النبي وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراكي من الجب الذي ليس فيه ماء حسب زكريا 9 11 عقيدة نزول السيد المسيح للجحيم دي كمان عقيدة مهمة جدا وثابتة وشهد ليها العهد الجديد السيد المسيح نفسه يقول إيه بقى؟ أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته هنا القوي بيتكلم عليه اللي هو الشيطان ويعني السيد المسيح هو اللي كتف الشيطان وحدد من صلاحياته وسلطانه بعد موته على الصليب وكمان معلمنا متى الانجيلي يقول ايه بقى؟ لكي يتم ما قيل باشعيا النبي الشعب الجالس في ظلمه ابصر نورا عظيما والجالسون في كرة الموت يعني الجحيم وظلاله اشرق عليهم نور هنا متى 4 الاعداد 13 ل 15 يعني هنا معلمنا متى بيقول أو بيذكرنا باللي قاله إشاعي النبي إن الشعب اللي جالس في ظلمة اللي هم الناس اللي كانوا في الجحيم في العهد القديم أبصر نورا عظيما هو نور المسيح حينما نزل من قبل الصليب وسبى سبيا أو أخذ كل نفوس الأبرار اللي كانوا ميتين على رجاء القيامة في العهد القديم وبلس الرسول في الحقيقة يقول إيه بقى إذ صعد إلى العلاء سبا سبيا وأعطى الناس عطايا وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات حسب أفسس أربعة الأعداد في الحقيقة من 8 ل 10 مهم قوي أن احنا نكون فاهمين سياقات الآيات دي بتتكلم على إيه بالظبط وعلى أني عقيدة المحور الثالث في الحقيقة عقيدة نزول السيد المسيح إلى الجحيم دي عقيدة ثابتة في التقليد الأرثوذكسي بتاعنا يعني بنقول إيه بالرغم من أن السيد المسيح قضى يوم السبت بجسده في ظلمة القبر لكن الكنيسة بتدعو هذا اليوم بسبت النور ليه بقى؟ لأن السيد المسيح في الحقيقة يوم سبت النور ده روحه المتحدة بلاهوته نزلت الجحيم وأنارت على الناس اللي كانوا في الهوية اللي احنا قلناها من شوية في حسب معلمنا بولس الرسول وطبعا هنا أنارت على الناس المنتقلين على رجاء القيامة ونقلهم معاه لفردوس النعيم هنا الكنيسة بتصهر الليلة دي اللي هو ليلة سبت النور في يوم بنسميه ليلة أبو غلمسيس في الحقيقة أو يوم الاستعلان وبتعلن كده في الحقيقة أن كل الناس اللي في الجحيم السيد المسيح نزل ونقلهم من الجحيم من الفردوس طبعا بنتكلم على الناس الأبرار اللي كانوا ميتين على رجاء القيامة وفي الليتروجيه بتاعتنا في الحقيقة في عدة أجزاء كده هنذكر بعض منها تؤكد ثبوت هذه العقيدة بداخل الكنيسة الأرثوذكسية يعني في القداس البسيلي نقول نزل إلى الجحيم من قبل الصليب نزل يعني الواقع هنا حصل فعلا مش رمز في القداس الغريغوري نقول أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم وفي اسم عيد القيامة نقول كده إيه الذي من قبل صليبه المحيي نزل الجحيم ورد أبانا آدم وبنيه إلى الفردوس وفي قطع الساعة الستة في الأجبية نقول كده إيه نعظمك هنا بنتكلم على أمنا العذراء مريم وبنطلب شفاعتها التوسلية لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت وفي تحليل الساعة التاسعة في الحقيقة في الأجبية نقول إيه بقى وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم أعتقد دي كلها آيات وقطع تدل على ثبوت إيماننا أن المسيح نزل فعليا إلى الجحيم المحور الرابع في الحقيقة الآباء كمان اتكلموا على هذه العقيدة بشيء من التفصيل في الحقيقة، يمكن نذكر قول ولا اتنين من أقوال الآباء القديس كيرلس الأورشليمي يقول ايه بقى؟ لقد ارتعب الموت عندما فوجئ بدائر جديد ينزل إلى الجحيم دون أن يكون مربوطاً بالسلاسل، لماذا فزعتم يا حراس الجحيم عندما رأيتموه؟ ولماذا تملك تملكتكم الرعدة؟ لقد هرب الموت فانفضح ضعفه وأسرع الأنبياء القديسون نحو الرب ويكمل كده يقول إيه بقى لقد افتدى كل الأبرار الذين ابتلعهم الموت لأنه هكذا يليق بالملك الذي أنبأوا عنه أن يخلص أنبياء هؤلاء فقال كل منهم أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية وده على حسب طبعا استعانة القديس كيرلس الأورشليمي بما ذكر في كرونس الأولى 15 وعدد 55 هنختم في الحقيقه الجزئيه دي بالقول اللي قاله ايضا الانبا ساويرس اسقف الاشمونين يقول ايه بقى؟ وبعد تسليم الرب يسوع الروح على عود الصليب في الحين الذي أراؤك اراده كمشيئته الصالحه مضت نفسه وهي متحده باللاهوت الى الجحيم وحلت وثاق الانفس. قبل ما اختم عايز اكد بس على نقطه مهمه قوي. السيد المسيح كان على عود الصليب عباره عن انسان عادي يعني روح وجسد مع بعض متحدين مع بعض والاتنين دول متحدين باللاهوت لحظة موت السيد المسيح زي أي إنسان عادي فرقت الروح الإنسانية الجسد الإنساني لكن لأن السيد المسيح والله الظاهر في الجسد فروحه الإنسانية المتحدة باللاهوت راحت الجحيم وخدت نفوس الناس اللي انتقلوا على رجاء القيامة وفي القبر بقى عبارة عن جسد المسيح المتحد بلاهوته يبقى هنا اللاهوت ما فارقش الجسد ولا فارق الروح ويوم القيامة أو قيامة السيد المسيح رجعت روحه الإنسانية تتحد بيه الجسد الإنساني وهم الاتنين كانوا متحدين أصلا باللاهوت فرجعوا أيضا متحدين باللاهوت ده اللي احنا بنعبر عنه في إقرار الإيمان بتاعنا بنقول آه نؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين الله يدينا ويديكم كل نعمة وكل بركة وده ربنا المجد دايما بدين الأبد آمين